مساء الخير عملائنا الأعزاء، بيسعدنا النهاردة إن إحنا زي ما عودناكم دايما في شركة أفانزا إن إحنا بنقدم كل ما هو جديد في عالم التجميل وفي التطبيقات المستخدمة في شغلنا في عالم التجميل. فبيسعدنا النهاردة في شركة أفانزا إن إحنا نقدم برودكت جديد تماما، ديفايس جديد هو الهايدرا بن. والهايدرا بن بيعتبر هو السكند جنريشن من الديرما بن، متطور تماما عن الديرما بن. اكيد طبعا كلنا عارفين الديرما بن وكلنا استخدمناه قبل كده، وكان بتقابلنا مشاكل كتير في الديرما بن، علشان كده كنا حريصين ان احنا نواكب دايما الجديد ونواكب التطور ان احنا نقدم الهايدرا بن. الهايدرا بن زي ما حضراتكم شايفين، ده الهايدرا بن، ده البوكس الخارجي بتاعه. بنلاقي جواه الكتالوج بتاع الجهاز اللي بيستخدم مع الجهاز، وبنلاقي جهاز الهايدرا بن نفسه زي ما حضراتكم شايفين، تصميمه جديد تماما ومتطور تماما. وبنلاقي مع الجهاز الاوريجينال كارتج اللي بيجي معاه زي ما حضراتكم شايفين، في حالة تعقيم كامل كارتج، وبيجي معاه الكيبل بتاعه الخاص بالشحن زائد الشاحن نفسه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو طول، لان ده اتحاد اوروبي فهو جاي على النظام الاوروبي. طيب ليه الهايدرا بن وايه الجديد اللي موجود في الهايدرا بن؟ الهايدرا بن بيختلف عن الديرما بن اختلاف كلي وجزئي في قصة استخدام الكارتريج واستخدام تقنية النانو تكنولوجي نفسها، النيدلز اللي هو النانو نيدل. يمكن النانو نيدل بيفرق عن النيدل العادية في اكتر من حاجة ملحوظة جدا. اولا هي ناعمة جدا على الجلد، ما بتسببش في الجلد اي اثار، جروح، خدوش، البشرات الحساسة ما بتلتهبش، ما بتتحسش، الكلام ده كله ما بيحصلش مع النانو نيدل. ولكن الجديد هنا تماما هي النيدل نفسها وتصميمها الجديد والمتطور. زي ما حضراتكم شايفين بلاقي الكارتج او النيدل بتيجي بالشكل دوت. طبعا الجزء السفلي منها هو ده الجزء اللي فيه النيدلز، بتكون عبارة عن 12 نيدل الموجودين هنا. والجديد بقى تماما هي فكرة ان انا هدخل المادة نفسها او السيرم في المادة في الكارتريج نفسه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. أنا عندي هنا لو خدت الفيتامين سي كمثال، فهفضي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده، ده 2 ml لو أنا بعمل جلسة نضارة. فأنا هفضي هنا في قلب النيدل أهوت بالشكل ده ال 2 ml من الفيتامين سي. هو مصمم إن هو بياخد 3 ملي، يعني حضراتكم تقدروا تستخدموه في النضارة، جلسات النضارة، بكمية الثلاثة ملي للجلسة الواحدة. طيب هل ده هيفرق معايا؟ بالتأكيد هيفرق معايا. بيفرق في ايه؟ رقم واحد ان هو بيحافظ على المادة زي ما حضراتكم شايفينها بالشكل ده كده، خلاص هي كده محطوطة داخل الكارتريج اللي استخدمها لجلسة واحدة. هي معقمة زي ما شفنا، بتيجي في الباكنج بتاعها المعقم، وبستخدمها مرة واحدة وبتخلص منها بعد كده، والاستخدام كله توبيكال طبعا. فبيحافظ لي على كمية المادة، بمعنى ان لو استخدم 2 ml فهم 2 ml، مش هيروح منهم اي حاجه. احنا زمان لو نفتكر في الديرما بن كنا بنجيب الماده وبننقط على الايد وبنبدا نجربها، كان بيحصل ويست وهدر كتير جدا في المواد. انما مع الهايدرا بن ده مش هيكون موجود خالص. طيب نروح بقى لطريقه تشغيل الهايدرا بن، ودي اللي جديده خالص تماما. بلاقي الهايدرا بن زي ما اتفقنا ان هو بالشكل ده، الجهاز مصمم ان هو يشتغل بالوايرلس بدون كيبل، ومصمم كانه يشتغل بالكيبل. اول حاجه بشيل الصداد اللي هو على الوش ده كده، بفصله، وبعدين بجيب الماتيريال بالشكل ده، كارتريج اهو، واتفقنا ان هو جواه الماتيريال. خلاص انا فكيت من عليه الايم الكفر، وببدا احط البن اهو بالشكل ده كده حضراتكم معايا اهو. خلاص هو كده مسك، كلام سليم. ثم بعد ذلك ببدا اجيب الجزء الثاني، طبعا بفك اللي هو على النيدل، خلاص انا مش محتاجه، اللي هو الكفر بتاع النيدل، وببدا اركب الصداد بالشكل ده كده.
خلاص انا كده عندي البن جاهز تماما لانه يشتغل. طيب نروح بعد كده على التشغيل. التشغيل بسيط جدا، بمعنى ان انا هعمل لونج بريس هنا اهي كده، بدا الهايدرا بن يشتغل. بلاقي الترقيم قدامي زي ما حضراتكم شايفين، 1 2 3 4، ده بيزود السرعة وبيزود طول النيدل. البن بيبتدي من الربع، ثم بعد ذلك عندي النص والتلات ارباع، 2 3 4، ثم بعد ذلك هبدأ اجرب على ايدي انا شخصيا اهوت بشكل بسيط خالص. اعتقد ان حضراتكم شايفين هو كده اوتوماتيكلي وانا شغال، هو بدأ يعمل. اعتقد ان حضراتكم شايفين الماتيريال اهي، ممكن اتحكم في الطول واتحكم في السرعة بالشكل زي ما حضراتكم شايفين الماتيريال على ايدي اهو كده، انا مش محتاج خالص ان انا انقط. طيب هل ده بيفرق معايا؟ اكيد بيفرق، انه بيوفر تقريبا نص الوقت من حيث الوقت بتاع الجلسة نفسه، بلس ان هو مش بينفول خالص، انا شغال قدام حضراتكم اهو وعلى ايدي مفيش اي مشكلة خالص، حضراتكم متابعين. طيب انا توقفت، هنلاقي ادي الماتيريال موجود على الايد اهي، مفيش منها حضراتكم اعتقد ملاحظين اي احمرار او التهاب او حساسية او ما الى ذلك. هو ده الهايدرا بن. طيب هل في منطقة معينة اقدر اطبقه عليها؟ نعم، اي منطقة في الجسم نقدر نشتغل عليها، والماتيريال اللي حضراتكم تختاروه للاستخدام مفيش منه اي مشكلة على الاطلاق. طيب زي ما اتفقنا ان الكارتريج دي بتكون استخدام لمرة واحدة فقط، وبعد كده بنتخلص منها وبنرميها. الهايدرا بن بيجي دايما مع 2 اوريجينال كارتريج زي ما حضراتكم شفتم، دول الاساسيين اللي بيجوا معاه، بلس انه متوفر كمان لدى الشركة البوكسز نفسها بتاعت النيدل. البوكس بيحتوي على 20 نانو نيدل، نقدر ان احنا نستخدمهم، النيدل بيكفي جلسة كاملة. نتعشم ان شاء الله انه الهايدرا بن يلقى اعجابكم وانه يقدم اوبشن جديد. زي ما قلت لحضراتكم ده السكند جنريشن بتاع الديرما بن، وان شاء الله يعني هيكون له تأثير اكبر وافضل واشمل واعم بكتير من الديرما بن العادي. تحياتنا لحضراتكم، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نلقاكم على خير في كل ما يخص اي برودكت او منتج بتقدمه شركة افنسا.